ولك عندنا عندنا ولك قوم 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 اشتغل لك شي شغله جيب لنا بس حق الخبزه بس لدياتك منير يا الله تخيل اسمك يا الله ليه كان بصير معنا لا أب ولا عم ولا خال ولا حدا يشيل حمل هالبيت اللهم لا اعتراض لا اعتراض على قولي أمي ها أمي بصراحة أنا بدي أشتغل يا أمي أمي أنا من اليوم ورايح مسؤول على البيت سمعتوا كلكم شغلك بالبيت قومي